الجمعية المغربية لحقوق الضحايا نظمت هذه الوقفة هي باش تبلغ، وحنا رمزيا نظمناها أمام السفارة والقنصلية الفرنسية باش نصيفطوا ميساج بأن القضاء اللي بالاتفاقية الدولية اللي كتحمي الضحايا، المدافع عن حقوق الضحايا المفروض فيه يحمي الضحايا ماشي يحمي المغتصبين. جاك بوتيي باسكو لي سي ان هوم غيش اي بويسون، القضاء الفرنسي قبل حفظ شكايات كانت رفعت ضده، اليوم كيعطي الافراج المؤقت وهو مرتكب اخطر الجرائم، التجار بالبشر واغتصاب قاصر، هذا سان بيدوفيل اللي كيغتصب قاصر، ما يمكن ليش نخرجو ونعطيه الحريه ونتابعو في حاله سراح مؤقت. لذلك حنا اليوم بغينا نوصلوا صوتنا اللي هو صوت الضحايا بان القضاء الفرنسي يراجع نفسه في هذه المساله، على اعتبار ان هذه لا كانت دوله اعلى الامن العالمي لحقوق الانسان ودولة الحقوق والحريات كان المفروض أولى بها تحمي ضحايا جاك بوتي وتشجع على أنهم يبلغوا، ماشي تشجع على الإفلات من العقاب. هذا القرار فيه تشجيع على الإفلات من العقاب. كنتمنى أن الأمور ترجع لنصابها من خلال الإجراءات اللي غادي يديروها زملائنا الفرنسيين بفرنسا اللي متابعين هذه الملفات، وبالنسبة للشكايات المستقبلية اللي غنوضعوها كذلك لضحايا أخريات في باريس، كنتمنى أن القضاء ينصف الضحايا من حقهم. كل المواثيق الدولية كتعطيهم الحق باش يطلبوا الانتصاف ويطلبوا جبر الضرر، مع الأسف مثل هذه القرارات كترجعنا للوراء وكتشجع على الاغتصاب. المتهم جاك بوتيي اللي هو موضوع شكاية أمام القضاء المغربي بالمحكمة الاستئناف بطنجة، واللي الوكيل العام للملك حال الملف ديالو وموان معاه على الشرطة القضائية اللي حالته فيما بعد على الوكيل العام، وتفتح ليه ملف تحقيقي وانتهى فيه التحقيق وأحيل على غرفة الجنايات. وبالمناسبة هذا الملف مدرج يوم 28/3 الساعة 9 صباحا بمحكمة الاستئناف بطنجة. هيئة الدفاع والأسر والضحايا طلبوا من قاضي التحقيق باش تفعل اتفاقية ديال التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ومع كامل الأسف لحد الآن لم تفعل، لا من جهة القضاء المغربي اللي حتى هو بدوره كنحملوه حنا كجمعية مغربية لحقوق الضحايا المسؤولية، لحد الآن لم يتم تفعيل اتفاقية التعاون القضائي، وهذا كنا كنتخوفوا منه وعبرنا عليه مرارا وتكرارا، وهذا كيجعلنا كذلك نتخوفوا من ان باقي الاظناء اللي هما في حاله صراح، وماشي في حاله صراح هما في حاله فرار، وكيتواجدوا فوق التراب الفرنسي، يتقدم لهم الدعم والمسانده بحال الدعم تقدم جاك بوتي. هذا الشيء كله قدام من كيتم امام السلطات الفرنسيه، امام الدوله الفرنسيه التي تتبجح مؤخرا في الاتحاد الاوروبي بكون ان المغرب، وفي المغرب ما كتعطاش الضمانات للمحاكمه العادله وما كتضمنش الحقوق ديال الانسان ديال المتهمين. حنا هنا ماشي باش جينا باش ندافعوا على الدوله المغربيه ولا على اي كان، ولكن كندافعوا على واحد الحق اللي مضمون لينا بالدستور ومضمون بالمواثيق الدوليه لحقوق الانسان. لحد الان الدوله المغربيه فيما يتعلق بالناس اللي كانوا موضوع تشكي تم الايقاف ديالهم وتبع من تبع منهم في حالة اعتقال والبعض في حالة صراح، فإذا به واحد منهم تيفر إلى فرنسا وإلى كما قالت الأستاذة عائشة إلى الآونة الأخيرة، كان كيسير أكبر مجموعة مالية. جاك بوتي يعتبر من الأرقام الرقم 7 في فرنسا. نحن في الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وأمام الموقف الغير المفهوم ديال الدولة الفرنسية، لا نستبعد أن السلطات الفرنسية، وعلاش درنا الوقفة اليوم قدام السفارة باش نقولوا لها بأنه المغاربة والمغربيات والمجتمع المغربي ما كيمكنلوش يتحقر، وغادي يمكن نديروا متابعين هذه القضية حتى أمام القضاء الفرنسي. لذلك حنا نداءنا والميساج اللي بغينا نوصلوه أولا أننا كنددوا بهذا الموقف، وكيجعلنا نستغربوا هذا هو القضاء الفرنسي اللي بغاو يعطيونا به المثل، هذا هو القضاء الفرنسي اللي بغاو يعتبروه موديل ديال التطبيق امام القضاء المغربي. انسان عنده 19 شكايه في المغرب
وعنده ثلاثة ديال النساء تحرش بهم وشكل عصابة ديال الاتجار في البشر بقرائن وحجج ثابتة وبتصريحات من خلال الناس اللي كانوا كيخدموا تحت الإمرة ديالو، ويطلق سراحه عنوة وضدا في حقوق الضحايا، مستغلين التوتر القائم ما بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. حنا هادشي ما كنستبعدوش، ولذلك كنقولوا من هاد الوقفة هادي أننا نندد بهذا الموقف، نطالب السلطات المغربية القضائية أساسا رئاسة النيابة العامة بأن تفعل الملتمس المتعلق بتفعيل اتفاقية التعاون القضائي التي تم تعطيلها من الطرفين، وهذا على حساب حقوق الضحايا. لحد الآن قاضي التحقيق بطنجة لم يفعل هذه المسألة، ونتحمل المسؤولية وحنا كجمعية للقضاء المغربي، وكنحمل المسؤولية للقضاء الفرنسي اللي بغى يعطينا اليوم دروس في احترام المحاكمة العادلة وفي احترام حقوق الإنسان. هيات هيات، إذا كان بيتك من زجاج ما تضربش الناس بالحجارة. نقول لمن ينوب عن السفير أو السفيرة التي غادرت التراب الوطني أن المغاربة والمجتمع المغربي والمحامون وهيئات الحقوقية لن تسمح ولن يعني تتنازل عن حق الضحايا سواء فوق تراب المملكة أو فوق الجمهورية الفرنسية. وبالتالي كنناشد كل الحقوقيين وكل الغيورين من أصدقائنا سواء في المغرب أو في فرنسا أن نشكل جبهة موحدة لمواجهة هذا الحكرة وهذا التعنت اللي باغا دير فرنسا مع الدولة ومع الشعب ومع المجتمع. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.